السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حباتي حبايبي فن وحس. فيديو جديد النهاردة، وبناء على طلبكم عملت لكم قبل كده المفرش المدور. طلبتوا مني المفرش المربع، وفي ناس طلبت المفرش المستطيل. النهاردة هنعمل المفرش المربع، وقبل ما أبدأ هوزنه لكم وأقول لكم مقاساته والأبعاد بتاعته. المفرش المدور عملنا الأول الوحدة اللي هي السومانية اللي في النص، شكل سوماني، وبعد كده طلبتوا مني اكبرها واعملها مفرش سفرة، وانا عملت لكم فيديو التكملة اللي هو ان هو يكبر. قبل ما نوزن واقول المقاسات، حابة اعرف كل واحد فيكم شغال في ايه، نشارك بعضينا ونشجع بعضينا. قولوا لي في التعليقات كل واحد فيكم شغال ايه في دلوقتي، وايه اللي انتوا حابين ان احنا نشتغله مع بعضينا علشان نشجع بعض. قبل ما نبدأ هنوزن الوحدة، بطبق الوحدة كده المفرش، وعامل حوالي 25، عامل حوالي 25 جرام. 25 جرام يعني المفرش الشلة 100 جرام هتعمل 4 وحدات تقريبا. دي مقاسها كمربع 22 سنتي، وبالزاوية حوالي 27 سنتي. هنشتغل بخيط اليزا ديفا او خيط صياد، عشان في ناس كتير بتسالني، بيبقى طبعا على هيئه شله وانت بتعمليه كده. ده اسمه الفراعنه، وفي غزل المحله او مصر البيضة، او نشتغل باليزا كوتون جولد، تمام. وفي في خيوط قطن كتير. النهارده هنشتغل بالخيط ده، تمام. انا باخد على طول في ليزا بالذات ديفا، باخد من قلب البكره من جوه، عشان طول ما انت شغاله البكره تفضل ثابته ما يتكعبلش، لان احنا بنيجي على اخر الشغل بنلاقي الدنيا اتكعبلت خالص، وبنقعد نسلك اكتر ما بنشتغل. فانا باخد من قلب البكره واشتغل بابره ستانلس رقم 3 مليمتر. الابره دي زي دي، بس دول ابرتين في بعض، هي هي، وبيتباعوا عند اي محل خيوط. لو انت جديده معانا في القناه، في انا عامله لكم قايمه تعليم الكروشيه من بدايه مسك الابره وازاي تختار الخيط والابره المناسبه، وعامله لكم تعليم الكروشيه والتريكو والخرز. نبتدي ب10 سلسله. هنعمل عقد البدايه، وهعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هدخل في اول سلسلة انا عملتها واقفل بغرزة منزلقة، حاول اظبط لكم الاضاءة كده، كده احسن ولا ايه؟ هنعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هاخد لفة وادخل جوه الدايرة الكبيرة، واخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين. انا كده عملت عمود. هاخد لفة وادخل هنا اهو، اخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين. كمان عمود، واعمل كمان عمود، كمان عمود. هفضل اشتغل لغاية ما يبقوا عندي كام؟ 24 عمود. 3 سلسلة دول هيتحسبوا معايا، اللي هما في اول السطر هيتحسبوا معايا
عمود. يبقى انا كده معايا عمود 2 3 4 5 6 هكملهم 24 عمود. 24 عمود 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 عمود. هدخل في اول سلسله من فوق من هنا واخد لفه واطلعها من هنا، كده انا عملت غرزه منزلقه. كده سطر رقم 1 خلص. السطر رقم 2 ده رقم السطر بقى دلوقتي، هعمل 1 2 3 سلسله، هاخد لفه وهدخل فوق العمود رقم 2 واخد لفه واعمل عمود، هاخد لفه وفوق العمود رقم 3 هدخل واعمل عمود. انا كده عملت 3 اعمده، 3 اعمده، هعمل 1 2 سلسله وهاخد لفه فوق العمود رقم 4 اللي هو جنب اللي انا عملته، هعمل عمود وهعمل عمود فوق العمود اللي جنبيه وعمود فوق العمود اللي جنبيه، بقوا 3 اعمده. هعمل 2 سلسله وهياخد لف فوق العمود اللي جنبيهم على طول، هعمل عمود وفوق العمود اللي جنبيهم هعمل عمود وفوق العمود اللي جنبيهم هعمل عمود، 3 سلسله 3 اعمده اهم، 2 سلسله 1 2، وهاخد لفه فوق العمود اللي جنبيهم هعمل عمود، واللي جنبيهم هعمل عمود، واللي جنبيهم هعمل عمود، 2 سلسله، وبعدين اعمل عمود فوق العمود اللي جنبيهم وهكذا. بعمل 3 اعمده 2 سلسله 3 اعمده 2 سلسله. احطلكوا الخلفيه علشان اللمعه تخف، عشان القص الاسود يمتص شويه من اللمعه عشان يبان. هعمل 2 سلسله 1 2، هقفل في اول سلسله من فوق هنا واقفل بغرزه منزلقه. هعمل 1 2 3 سلسله، هاخد لفه وهدخل في نفس المكان اللي انا طلعت منه واعمل عمود. كده انا عملت تزايد، تزايد يعني عمودين فوق عمود واحد، هاخد لفه وادخل فوق العمود رقم 2 واعمل عمود. نسيت اغير لكم رقم السطر. لفه وفوق العمود الاخير من الثلاثه هعمل عمودين، ادي واحد اتنين، اتنين سلسله، هاخد لفه وفوق العمود اللي هيقابلني هعمل اتنين عمود، ادي واحد اتنين في نفس المكان، وعمود في النص فوق العمود اللي في النص، اتنين عمود فوق العمود الاخير، واحد اتنين، اتنين سلسلة، عمود فوق اول عمود، عمودين فوق اول عمود، ادي واحد اتنين، عمود في النص، عمودين فوق اخر عمود، واحد اتنين، اتنين سلسلة، وهكذا عمودين فوق اول عمود وعمودين فوق اخر عمود وعمود في النص، يبقوا 5 اعمده بدل 3. السطر عملت 2 سلسله وهقفل فين؟ في اول سلسله من فوق من هنا بغرزه منزلقه. سطر رقم 4 هعمل هعمل 1 2 3 سلسله وعمود في نفس المكان اللي انا خرجت منه، يبقى عملت تزايد، يبقى 2 عمود فوق عمود، هاخد لفه واعمل عمود فوق العمود اللي بعده، لفه وعمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود اللي بعده، 2 عمود فوق اخر عمود، 2 سلسله، عمودين فوق اول عمود هيقابلني، واحد اتنين، عمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود اللي بعده، فك عمود فوق العمود اللي بعده، عمودين فوق اخر عمود، ادي واحد اتنين، اتنين سلسلة،
عمودين فوق اول عمود هيقابلني، واحد اتنين، عمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود اللي بعده، يبقى كده 3 أعمدة في النص. وبعدين تزايد هنا 2 عمود فوق آخر عمود، واتنين سلسلة، ونكمل لغاية آخر السطر، عبارة عن تزايد فوق أول عمود، يعني عمودين فوق أول عمود، و3 أعمدة في النص، وبعدين تزايد عمودين فوق عمود، كده بقوا 7 أعمدة فوق ال5 أعمدة، وبينهم 2 سلاسل. آخر السطر هقفل فين؟ في أول سلسلة هنا عندي بغرزة منزلقة. السطر رقم 5 هعمل 1 2 3 سلسلة، هعمل في نفس المكان اللي انا طلعت منه عمود تزايد يعني، وهعمل فوق العمود التاني عمود، فوق العمود اللي بعده 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 عمود، فوق آخر عمود 2 عمود، يعني تزايد. اتنين سلسلة، هعمل 2 عمود فوق العمود اللي هيقابلني، واحد اتنين تزايد، وعمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود اللي بعده، اللي بعديه عمود، اللي بعديه عمود، سوري، بعديه عمود، اللي بعديه عمود، آخر عمود هنعمل 2 عمود، واحد اتنين، يعني تزايد 2 سلسلة. وبنفس الطريقة بقينا كام؟ تزايد 1 2 3 4 5 أعمدة، وبعدين تزايد يعني 9 أعمدة و2 سلسلة. آخر السطر هقفل في أول غرزة أو سلسلة هلأ هنا بغرزة منزلقة. سطر رقم 6 هعمل برضو نفس اللي أنا عملته، تزايد في أول سطر هنعمل 3 سلسلة، وعمود في نفس المكان، عمود فوق العمود اللي بعديه، 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 2 عمود في آخر عمود، واحد اتنين، 2 سلسلة، ونعمل عمودين فوق أول عمود، واحد اتنين، وعمود فوق العمود اللي بعده، الأعمدة اللي في النص كلها عمود فوق كل عمود ما عدا آخر عمود هنعمل فوقيه عمودين. آخر عمود ده هعمله عمودين، واحد اتنين، 2 سلسلة، وعمودين فوق أول عمود، وهكذا لغاية آخر السطر. يبقى السطر رقم 6 2 عمود اللي هو تزايد فوق أول عمود، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 أعمدة في النص، وبعدين تزايد 7 و4، يعني 11 عمود هنا اهو. في المرحلة دي تقدري انتي، يعني انا السطر الجاي خلاص مش هعمل تزايد تاني، اوكي؟ انتي في المرحلة دي تقدري عشان تكبري المفرش عن كده، تقدري تعملي تزايد تزايد تزايد، وكبري كبري كبري لغاية ما توصلي المقاس اللي انت عايزاه، تبدأي بعد كده تعملي تناقص زي ما احنا هنبتدي نعمل بعد كده. يعني انت مش لازم تتأيدي بنفس التزايد بتاعي، يعني انا وقفت عند الدور السادس تزايد، انت كملي تزايد مثلا لغاية ما يوصل لحد هنا مثلا، وبعدين تعملي تناقص، هتلاقي الوردة كبرت معاكي. آخر السطر هشبك في أول سلسلة هنا اهو بغرزة منزلقة. خلاص انا هوقف تزايد هنا، انت عايزة تكملي تزايد ممكن تكملي تزايد، بعد كده تعملي المراحل اللي انا هعملها. السطر رقم 7 هعمل 1 2 3 سلسلة فوق اول عمود، هاخد لفة واعمل فوق عمود فوق تاني عمود، انا كده ما عملتش تزايد، عمود فوق العمود اللي بعده، هعمل عمود فوق كل عمود من الاعمدة اللي عندي لغاية ما اخلصه. وبعدين
اخر عمود اهو، عملت كده عمود في كل عمود، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هعمل عمود فوق كل عمود من الاعمدة اللي هتقابلني المجموعة التانية. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهعمل عمود فوق كل عمود من المجموعة اللي بعديه، يبقى انا هعمل عمود فوق كل عمود و5 سلسلة. غير السطر هقفل في اول سلسلة انا عملتها هنا بغرزة منزلقة بشكل في الشوط السطر رقم 7. سطر رقم 8 هنبدأ نعمل تناقص، هنعمل 2 سلسلة، 1 2، وهاخد لفة فوق العمود رقم 2، هاخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، معايا حلقتين على الابرة اخدهم كلهم سوا، هاخد لفة وهعمل العمود في النص، هعمل فوق كل عمود عمود عادي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 كده 7 اعمده في النص، واخر عمودين هعملهم تناقص، هاخد لفه وادخل فوق العمود اللي قبل الاخير، هاخد لفه واطلع، لفه واطلع من حلقتين، واسيب الثالثه على الابره، هاخد لفه وادخل، لفه واطلع، لفه واطلع من حلقتين، معايا ثلاث حلقات على الابره اخدهم كلهم سوا، هعمل 1 2 3 4 5 سلسله، وهاجي في نص القوس اللي قبليه هعمل حشو، هعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، هاخد لفة والمجموعة اللي بعديها هعمل تناقص في أول عمودين، هاخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين وادخل، اخد لفة وادخل في العمود اللي بعديه، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، معايا 3 حلقات على الإبرة اخدهم كلهم سوا، وهعمل 7 أعمدة اللي في النص، كل عمود فوقيه عمود، لغاية ما اوصل لاخر عمودين هعمل فيهم برضو تناقص، اخر عمودين هدخل فوق اول العمود اللي قبل الاخير، واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين واسيب الاخير على الابرة، هاخد لفة وادخل فوق العمود اللي بعده، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين واسيب التالتة على الابرة، معايا 3 حلقات هاخد لفة واخدهم كلهم سوا، انا عملت كده تناقص برضو، هعمل 1 2 سلسلة، هاخد لفة، هنا عندي 5 سلاسل، هدخل في السلسلة رقم 3 واخد لفة واعمل عمود، 1 2 3 4 5 سلسلة، هاخد لفة وادخل في نفس السلسلة، واخد لفة واعمل عمود، 2 سلسلة، وبعدين هعمل تناقص في اول عمودين هنا، واعمل 7 أعمدة اللي في النص، عشان هيبدأ بقى الشكل يتربع معانا، اخر عمودين هنعملهم تناقص، وبعدين هعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، هعمل في القوس ده حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، هعمل تناقص في اول عمودين واخر عمودين، وهعمل الاعمدة اللي في النص اعمدة في عمود فوق كل عمود، لغاية ما اوصل لاخر عمودين اعمل فيهم برضو تناقص، اخر عمودين اهو هعمل فيهم تناقص كده اهو، وبعدين هعمل 1 2 سلسلة، هاخد لفة، هنا عندي 5 سلاسل، في السلسلة رقم 3 هعمل عمود، 1 2 3 4 5 سلسلة، هاخد لفة وادخل فين بقى، ركزي في السلسلة دي، واعمل عمود، واعمل 2 سلسلة، وبعدين هعمل تناقص في المجموعة اللي بعديها، وهكذا لغاية اخر السطر اللي هو عملنا ايه؟
تاني، هظهر لكم شوية. عملنا تناقص سبع أعمدة تناقص، تناقص يعني العمودين لما نعمل بعمود واحد، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة تناقص سبع أعمدة تناقص، اتنين سلسلة عمود، خمسة سلسلة عمود في نفس المكان، اتنين سلسلة تناقص سبع سلسلة تناقص، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة تناقص سبع أعمدة تناقص، اتنين سلسلة عمود في ثلاث سلسلة، خمسة سلسلة عمود في نفس السلسلة، اتنين سلسلة وبعدين تناقص وهكذا لغاية آخر سطر. يبقى مرة بعمل دي ومرة بعمل دي. آخر السطر هجيبك فين؟ شايفين العمودين دول كده اهو، التقاطع بتاعهم او اللمة بتاعتهم دي، هعمل غرزة منزلقة. سطر رقم تسعة، هنعمل برضو تناقص في اول السطر، هنعمل واحد اتنين سلسلة، هاخد لفة، العمودين دول خلاص انا لما هم مع بعضهم بعمود واحد، يبقى انا هدخل في العمود اللي بعديهم واعمل عمود اقفل قفلة واحدة وبعدين اقفل الاتنين سوا. هعمل الاعمدة اللي في النص، ادي واحد عمود فوق كل عمود، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، لا سوري خمسة بس، خمسة، واخر عمودين دول هلمهم مع بعض، هقفل قفلة واقفل قفلة واقفل تلاتة سوا. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، هشبك في اول قوس بغزرة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، واشبك في الفراغ اللي بعده بغرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وهعمل برضو تناقص في اول عمودين هنا اهو، اخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، نسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة وادخل هنا اهو، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، معايا تلات حلقات على الابرة، هاخدهم كلهم سوا. هعمل اعمدة في النص، عمود فوق كل عمود، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعمل اخر عمودين تناقص، هاخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، لفة وادخل، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، تلات حلقات على الابرة هاخدهم كلهم سوا. هعمل واحد اتنين سلسلة، الفراغ الاولاني ده هسيبه، هدخل في الفراغ اللي هو الواسع ده، هعمل عمود اتنين تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وعمودين في نفس الفراغ، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة سلسلة وعمودين في نفس الفراغ، ادي واحد اتنين، واحد اتنين سلسلة، هنسيب الفراغ ده وهاخد لفة وادخل في العمود اللي بعده واعمل تناقص، واعمل خمس اعمدة عمود فوق كل عمود، خمسة، هعمل تناقص في اخر عمودين، هدخل هنا واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، نسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة وادخل في اخر عمود، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، واسيب التالتة على الابرة، معايا تلات حلقات، هاخد لفة واطلع منهم كلهم. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، هعمل حشو في اول قوس، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، حشو في القوس اللي جنبه، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وهبدأ اعمل تناقص برضو تاني، واعمل خمس اعمدة في النص، هعمل تناقص في اخر عمودين،
هتاخدهم سوا وهعمل واحد اتنين سلسلة. هسيب الفراغ الاولاني ده وفي الفراغ اللي في النص ده هعمل اتنين عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، تلات عمودين في نفس المكان، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة سلسلة، عمودين في نفس المكان، واحد اتنين، واحد اتنين سلسلة. هسيب الفراغ الاخير ده وهعمل تناقص هنا وهكذا، مرة هعمل كده ومرة هعمل كده. انا عملت تناقص خمس اعمدة، تناقص خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة، تناقص خمس اعمدة، تناقص اتنين سلسلة، اتنين عمود، تلاتة سلسلة، اتنين عمود، تلاتة سلسلة، اتنين عمود، اتنين سلسلة، تناقص خمس اعمدة، تناقص خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة، تناقص خمس اعمدة، تناقص اتنين سلسلة، عمودين، تلاتة سلسلة، عمودين، تلاتة سلسلة، عمودين، اتنين سلسلة، وتناقص، وهكذا لغاية اخر السطر. السطر هقفل في التجمع بتاع العمودين دول هنا وفوق هنا اهو بغرزة منزلقة. ده شكلها، دي الاجزاء اللي هتبدأ تعمل المربع. رقم عشرة هعمل تناقص برضو، هعمل واحد اتنين سلسلة، وهعمل فوق العمود اللي بعده عمود، اقفله قفلة واحدة واقفل الاتنين سوا. هعمل في النص عمود فوق كل عمود، ادي اتنين، ادي تلاتة، والعمودين دول هلمهم سوا، اخد لفة لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، وسيب التالتة على الابرة. هاخد لفة وادخل هنا اهو، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، وسيب التالتة على الابرة. هاخد لفة واخد التلاتة سوا، هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وهعمل في اول قوس غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وحشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. هاجي هلم اول عمودين مع بعضيهم، عمود وقفل قفلة واحدة، عمود وقفل قفلة واحدة، تلات حلقات واخدهم كلهم سوا. هعمل عمود فوق كل عمود من التلات اعمدة اللي في النص، ادي واحد اتنين تلاتة. هلم اخر عمودين، هاخد لفة وادخل فوق العمود اللي قبل الاخير، واخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، واسيب التالتة على الابرة. هاخد لفة وادخل هنا اهو، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، وسيب التالتة على الابرة. هاخد لفة واطلع من تلات حلقات سوا. هنا في الجزئية دي هنعمل واحد اتنين سلسلة، هسيب الفراغ الاولاني في الفراغ التاني اللي هو بين العمودين، هاخد لفة واعمل عمود اتنين في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة سلسلة، وعمودين في نفس الفراغ، ادي واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وهاخد لفة وهدخل في الفراغ اللي بعده، وهعمل عمودين، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة سلسلة، وعمودين في نفس الفراغ، ادي واحد اتنين، اتنين سلسلة. هسيب الفراغ ده وهعمل تناقص في العمودين دول، هدخل هنا اهو، واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، سيب التالتة على الابرة. هاخد لفة وادخل في العمود اللي بعده، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، وسيب التالتة على الابرة. تلات حلقات هاخد لفة واطلع منهم كلهم، هعمل عمود فوق كل عمود من التلاتة اللي في النص، واحد اتنين تلاتة. هعمل تناقص في اخر عمودين، هدخل فوق العمود اللي قبل الاخير، واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، وسيب التالتة على الابرة. هاخد لفة وادخل في اخر عمود، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، واسيب الاخير على الابرة. معايا تلات حلقات، هاخد لفة واطلع منهم كلهم، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعمل حشو في اول فراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هعمل تناقص في اول عمودين،
لف واقفل، اعمل 3 عواميد فوق 3 عواميد في النص، 1 2 3، هعمل تناقص فوق اخر عمودين، اتنين سلسلة، هسيب الفراغ الكبير ده فوق الفراغ اول فراغ التاني فراغ، هعمل 2 عمود، ادي 1 2 3 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، في الفراغ اللي بعده هعمل 2 عمود، 1 2 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ هعمل 2 عمود، ادي 1 2 2 سلسلة، 1 2، وبعد كده هعمل التناقص وهكذا. يبقى انا مرة هعمل السلاسل اللي هي الخمسات، ومرة هعمل ده، خلينا نشرح بالراحة كده تاني تاني، بس بطاقة تطلع كده تبقى عشان تبقى مربع. فأول السطر عملت تناقص 3 أعمدة فوق 3 أعمدة، تناقص 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة، تناقص 3 أعمدة، تناقص 2 سلسلة، 2 عمود في تاني فراغ، 3 سلسلة، 2 عمود في تاني فراغ برضو في نفس الفراغ يعني، 5 سلسلة في الفراغ اللي بعده، 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود، 2 سلسلة، تناقص 3 أعمدة، 2 تناقص، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة، تناقص 3 أعمدة، تناقص 2 سلسلة في تاني فراغ، 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ، 5 سلسلة في الفراغ اللي بعده، 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ، 2 سلسلة، وبعدين تناقص وهكذا لغاية آخر السطر. آخر السطر هقفل في التجمع بتاع العمودين دول بغرزة منزلقة، وده شكل المفرشة. السطر رقم 11 هعمل تناقص 1 2 سلسلة، هدخل فوق العمود اللي بعده وهاخد لفة واطلع من حلقتين، ولفة واطلع من الحلقتين دول، لفة وهعمل عمود في العمود اللي في النص، هيتبقى عندي 2 عمود هاخدهم تناقص، هاخد لفة واطلع من حلقتين، لفة وادخل هنا اهو، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، 3 حلقات هاخدهم كلهم سوا، هعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، هعمل حشو في أول فراغ، 1 2 3 4 5 سلسلة، حشو في تاني فراغ، 1 2 3 4 5 سلسلة، حشو في تالت فراغ، 1 2 3 4 5 سلسلة، حشو في آخر فراغ عندي، بقى عندي 1 2 3 4، ولسه هعمل الخامس، 1 2 3 4 5 سلسلة، هاخد لفة هعمل تناقص في أول عمودين، وهعمل عمود فوق العمود اللي في النص، تناقص فوق العمودين دول، هعمل 1 2 2 سلسلة، في أول فراغ هسيبه، في الفراغ التاني هعمل 2 عمود، هعمل 1 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 سلسلة، هعمل عمودين في نفس الفراغ كمان، هعمل 2 سلسلة، الفراغ اللي في النص ده 5 سلسلة، هدخل في تالت سلسلة في النص، هعمل عمود 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 سلسلة، هاخد لفة وفي نفس المكان هعمل عمود 2 سلسلة، في الفراغ اللي بعده هعمل 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3، عمودين في نفس المكان، ادي 1 2 2 سلسلة، هعمل تناقص في اول عمودين، عمود في النص، تناقص في اخر عمودين، واحد اتنين تلاتة
اربعه خمسه سلسله حشو في الفراغ اللي قابلني، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله. هعمل تناقص في اول عمودين وعمود في النص وتناقص في اخر عمودين. اتنين سلسله، هسيب اول فراغ والفراغ التاني هعمل اتنين عمود، واحد اتنين تلاته سلسله، واحد اتنين تلاته، عمودين في نفس المكان، واحد اتنين اتنين سلسله. في الفراغ اللي في النص ده في خمسه سلسله، في السلسله رقم تلاته لو في النص كده هعمل عمود، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هاخد لفه في نفس المكان اللي عملت فيه العمود، هعمل عمود اتنين سلسله. في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود، واحد اتنين، واحد اتنين تلاته سلسله، عمودين في نفس المكان، واحد اتنين اتنين سلسله. هعمل تناقص في اللي بعديه كده وهكذا. عملت تناقص عمود تناقص، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة. عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس فراغات، تناقص عمود تناقص اتنين سلسلة. في اول فراغ هنسيبه وتاني فراغ هنعمل فيه اتنين عمود تلاتة سلسلة، اتنين عمود اتنين سلسلة. في الفراغ اللي في النص عملنا عمود، خمسة سلسلة عمود في نفس الفراغ في نفس المكان، اتنين سلسلة. في الفراغ اللي بعده عملنا اتنين عمود تلاتة سلسلة، اتنين عمود اتنين سلسلة، تناقص عمود تناقص، وبعدين خمسة سلسلة حشو، خمسة سلسلة حشو، وهكذا بقى خمس فراغات. عمودين تناقص عمود تناقص، اتنين سلسلة. في تاني اول فراغ هنسيبه، تاني فراغ هنعمل فيه عمودين تلاتة سلسلة، عمودين اتنين سلسلة. في الفراغ اللي في النص عملنا عمود، خمسة سلسلة عمود اتنين سلسلة. في الفراغ اللي بعده عمودين تلاتة سلسلة، عمودين اتنين سلسلة، وبعد كده تناقص وهكذا لغاية اخر السطر. اخر السطر هشبك في التجمع ده بغرزة مظلة، وده شكله بقى مربع رقم 12 والاخير. هعمل بقى ايه تجمع للتلاتة دول مع بعض، هعمل واحد اتنين سلسلة، هاخد لفة وادخل في العمود اللي بعده واخد لفة لفة واطلع من حلقتين واسيبه، هاخد لفة وادخل في اخر عمود واخد لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين، معايا تلات حلقات على الابرة اخدهم كلهم سبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشو في اول فراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشو في تاني فراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشو في تالت فراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. هاخد لفة هدخل في اول عمود، هاخد لفة لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين وسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة وادخل في العمود اللي بعده لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين وسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة وادخل في اخر عمود لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين وسيب الاخير على الابرة، معايا اربع حلقات على الابرة اخدهم كلهم سوا، وبعدين هعمل واحد اتنين سلسلة، هسيب اول فراغ في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين عمود في نفس المكان، واحد اتنين واحد اتنين سلسلة. في الفراغ اللي بعده هسيبه وادخل في الفراغ اللي في النص ده كبير، هعمل اتنين عمود، واحد اتنين عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة، تلاتة عمود في نفس الفراغ،
واحد اتنين تلاتة، تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين عمود في نفس الفراغ، ادي واحد اتنين، اتنين سلسلة. هسيب الفراغ اللي بعده والفراغ اللي جوه الصدفة هعمل فيه اتنين عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة، عمودين في نفس المكان، واحد اتنين اتنين سلسلة. هلم التلات أعمدة دول مع بعض، أربع حلقات قلب ناخدهم كلهم سوا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة، وأعمل حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة، وحشو الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة، حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة، حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة، حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة. هلم التلات أعمدة دول مع بعض، خد لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، معايا أربع حلقات قلب باخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. هعمل اتنين سلسلة، هنسيب أول فراغ، في الفراغ التاني هعمل اتنين عمود، أدي واحد اتنين تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، اتنين عمود في نفس الفراغ، واحد اتنين اتنين سلسلة، واحد اتنين. هسيب الفراغ اللي بعده، الفراغ الكبير اللي في النص، هعمل اتنين عمود، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة سلسلة، تلات أعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة سلسلة، عمودين في نفس الفراغ، واحد اتنين اتنين سلسلة. هسيب الفراغ اللي بعده في آخر فراغ، في الفراغ الصدفة، هعمل اتنين عمود، ادي عمود اتنين، واحد اتنين تلاتة سلسلة، اتنين عمود في نفس المكان، واحد اتنين اتنين سلسلة. وبعدين هعمل تناقص للتلات اعمدة اللي في النص، وافضل شغالة لغاية اخر السطر بنفس الطريقة اللي هي، تاني اقربها لي كده. طيب عملنا ايه؟ عملنا هنا تناقص لتلات اعمدة سوا، خمسة سلسلة حشو، 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 خمسة سلسلة، وبعدين تجمع لتلات اعمدة. هنا بقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست فراغات، وبعدين عملنا اتنين سلسلة في الفراغ التاني، الفراغ الاولاني سيبناه، الفراغ التاني عملنا فيه اتنين عمود، تلات سلسلة اتنين عمود، اتنين سلسلة. الفراغ التالت سيبناه، في الفراغ الرابع اللي هو اللي في النص ده، عملنا اتنين عمود، تلاتة سلسلة، تلاتة عمود، اتنين تلاتة سلسلة، اتنين عمود، اتنين سلسلة. سيبنا الفراغ اللي بعده والفراغ اللي جوه الصدفة، عملنا اتنين عمود، تلاتة سلسلة، اتنين عمود، اتنين سلسلة، وبعدين تجمع للتلات أعمدة. ست فراغات عبارة عن خمسة سلسلة حشو، وبعدين جمعنا تلات أعمدة، وبعدين عملنا اتنين سلسلة، اتنين عمود، تلاتة سلسلة، اتنين عمود، اتنين سلسلة، اتنين عمود، تلاتة سلسلة، تلات أعمدة، تلاتة سلسلة، اتنين عمود، اتنين سلسلة، اتنين عمود، تلاتة سلسلة، اتنين عمود، اتنين سلسلة، وتجمع للتلات عواميد، وهكذا لغاية ما أوصل لآخر السطر. آخر السطر هشبك فين في التجمع بتاع التلات أعمدة دول، وآخد وأطلع من هنا أهو كده، وآخد سلسلة تأمين علشان الشغل ما يفكش، وطبعا بعد كده بنضف الشغل. ده شكل المفرش بعد ما خلصناه، سهل وسريع، مفيش اسهل من كده. تقدري تكبري زي ما انا قلت لك، اللي هي بتكبري التزايد هنا اهو، وبعدين بترجعي تصغري صغري. لو انت عايز تعمليه مستطيل وحدات جنب بعضيها، الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل، هنشبك الوحدات في قلب بعضيها، نستخدمها كوحده يعني، وممكن تستخدميها كبلوزه او كفيست، او تعمليها مفرش، وفي الاخر هنعملها زي فستونات او حاجات من الحرف. فيديو جاي ان شاء الله هنشبكهم ونعمل لها الحلية او التقفيل بتاعهم. انتظروني ان شاء الله، واستنيني اشوف الشغل بتاعكم علشان ان شاء الله اعرضه في الفيديو الجديد على اليوتيوب وعلى القناة بتاعتنا
الجروب بتاعنا على الفيسبوك كروشيه فن وحس، مستنياكم. ما تنسوش تعليقات والكلام الجميل اللي بيشجعني اعمل لكم حاجات احسن. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.